لعدن، ليالي عدن انت عارف يعني والكل عارف ان اليمن هي الفن ترى رائع باليمن، يعني احنا كخليج كل فنه كله كله جاي من اليمن. ليالي عدن احنا بنموت على هالفن هذا، الطرب الاصيل بنموت عليه كشعب كله. الأغاني العدنية في بعضها كلمات خفيفة وكافي أن الإيقاع على قولتهم فرايحي، فإحنا نستخدم هالإيقاعات هذه في طبعا اللي هي الأغاني ثقيلة بس مو حق أي مكان يعني، فالناس جاية تبي تستانس. الناس فعلا متعطشة حق الأجواء هذه، خصوصا أن العنصر النسائي ما يشوفون هالأجواء هذه، يعني دائما شبابية بحتة 100% يعني شبابية، فهني العنصر النسائي شوية طاغي على الحضور بيشوفون الأجواء هذه شلون صايرة.